مات هل عليه عقيقة؟ وإذا لم يستطع الوالد دفع هذه العقيقة؟ العقيقة سنة، وهي حق للمولود على والده إن استطاع. إن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، فإذا لم يستطع فهي سنة، لا حرج عليه في تركها. نعم، تفضل يا فهد. نعم، ويعق عنه ولو مات، يعق عنه ولو مات، لأنها من حق الولد على والده، والولد كما في الحديث مرتهن بعقيقته. نعم، تفضل يا فهد. من حائل متصل. اي نعم، من حائل. يا طويل العمر.